عندما تكون سائحا أو تاجرا فتقصد العراق لهذا الغرض فمنذ وصولك المطار يتبين لك واقع البلاد باعتبار المطارات واجهة البلدان ودليل رقيها وتقدمها أو انهيارها مطار بغداد الوجهة الأشهر في العراق تفتح أوضاعه المنهارة حقيقة النظام السياسي الحاكم التنظيم السيء وغياب الأمن وانتشار مسلحين أصبحت أمورا معتادة داخل مطار بغداد الدولي وأكثر اعتيادا منه أن تنتظر موعد رحلتك ساعات طويلة بسبب الأعطال الفنية ولا غرابة أن يتفاجأ المسافرون بإلغاء الرحلات رغم تثبيتها على لوحة الإعلانات وحجزهم المسبق لها طيران متوقف من الساعة الرابعة مساء لحد هذه اللحظة الساعة بالعشرة خمسة واربعين دقيقة ما حد يعرف الطيارة وين رقم الرحلة ستة الاف وثلاثة هاي العالم كلها منتظرة كانت الرحلة موجودة باللائحة وفجأة لغت ما يجري في المطارات العراقية ولا سيما مطار بغداد هو ما دفع لجنة النقل النيابية إلى الإقرار بأن مطارات العراق منهارة بالفعل وتعاني مشاكل كثيرة على المستوى الفني والإداري. كما سبق وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن صالات استقبال المسافرين القادمين إلى مطار بغداد هي الأسوأ في قضية التنظيم على مستوى العالم. الفشل الاداري والفني لا يقل سوءا عن تحول مطار بغداد الى خطر امني على حياه المسافرين بعد تعرضه لهجمات مسلحه من الميليشيات والعقوبات المفروضه على شركه فلاي بغداد لحملها اسلحه ونقل عناصر ميليشيات الى سوريا ولبنان حتى اصبح المسافر الى العراق لا يامن انفجار صندوق ذخيره او قنبله ملغومه في المطار او حتى يتفاجا بهجوم مسلح يهدد حياته اوضاع لا غرابه ان تدفع اوروبا باتجاه تمديد حظر الطيران العراقي من التحليق باجوائها للعام التاسع على التوالي